تنطلق اليوم فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية في مدينة السلام شرم الشيخ، وذلك على مدار 3 أيام، وذلك ضمن فعاليات النسخة 5 والاستثنائية لمنتدى شباب العالم. من المقرر عقد جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب، بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان.